حياكم الله مجددا في هلا. اليوم مجموعة من الأخبار وبالذات من الصين، يعني المكان اللي كان منشأ كورونا في البداية، تتحدث عن إعادة انتشار لكورونا موجود في الصين، موجود في بعض الدول القريبة منها، يمكن على وجه الخصوص الصين. وفي كل موجة انتشار أو عودة انتشار لكورونا في أي بقعة من بقاع العالم، ترجع الأخبار من جديد أنه كيف نحتاط، كيف نقي أنفسنا مثلا من الإصابة بالعدوى فيما لا قدر الله لو حدث انتشار، هل من المتوقع أو من المحتمل أنه تصير انتشارات أو لا. طبعا بكل تأكيد أن العالم أجمع يتمنى أن يتم القضاء على هذه الجائحة تماما وأنه تختفي هذه الأخبار. الحمد لله إحنا في المملكة العربية السعودية نعيش في يعني حالة مطمئنة وممتازة ورائعة جدا فيما يخص هذا الأمر. ويمكن الخطوات السعودية اللي أخذت من بدايات تفشي فيروس كورونا قبل 3 سنوات من اليوم حتى الآن كانت من الدروس العظيمة جدا اللي تعلمناها، واللي اليوم يعني بفضل الله ثم فضل كل هذه الجهود الكبيرة اللي بذلت نعيش في مرحلة مطمئنة جدا جدا في هذا الأمر. الحديث عن طرق الوقاية سواء من كورونا أو من الإنفلونزا بشكل عام وهي الأكثر انتشارا في فصل الصيف هو حديث يعني دائم التجدد. ولذلك معي هنا في الاستديو الدكتورة علياء الحازمي وهي استشارية عناية مركزة. دكتورة مساء الخير وشكرا لقبولك. مساء الخير، شكرا للدعوة، يعطيكم العافية. اليوم أنت جالسة تقرأ الأخبار وتشوفي أخبار الانتشار في كورونا، يعني كيف قراءتكم أنتم اليوم كمختصين لهذا الموضوع؟ الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا. بالنسبة للكورونا في الصين انتشارها الآن آخر كم أسبوع أو آخر شهر زاد بشكل عالي. المتحور أو نوع الكورونا اللي انتشر هو الأوميكرون اللي قد جاء من أول وانتشر أكروس العالم، وطبعا في محورات بسيطة منه أو فرعية منه وهذه اللي انتشرت. الصين الموجة الكبيرة اللي حصلت فيه حصلت بسبب بعض الأمور اللي كانت موجودة وأنواع المرضى اللي أصيبوا وعدم الاستعداد من جهة الحكومة أيضا ومن جهة المستشفيات. هذه كلها تلعب دور في الأرقام وفي أنواع الإصابات والتوابع لها في الصين. الصين كانت عايشة غير العالم كله، يعني الصين لها فترة طويلة جدا عاملة يعني عاملة طرق وعاملة أساليب للوقاية وعلاج كورونا مختلفة عن العالم. فقد يكون اللي يحصل في الصين مختلف عن اللي يحصل في العالم، وهذا أدى إلى التفشي أو لنقل التأخر في التفشي اللي حصل في الصين مقارنة بالموجات اللي كانت تيجي للعالم في خلال السنتين اللي طيب فاتت. استمرار هذه الطرق والأساليب ما هو كان الأجدى والأفضل أنه للحفاظ على عدم عودة الانتشار؟ يعني وش اللي يخلي الفيروس يرجع ينتشر يعني إجمالا من الناحية العلمية والطبية في أي مكان سواء الصين ولا غيرها؟ تمام. الصين الطرق اللي استخدمتها للوقاية كانت يعني قوية وشديدة وضيقة، يعني ما حدا يطلع. هي تتمحور في ثلاثة: الكورنتين يعني أنه أنت تعزل الناس سواء أصيب أو سواء اختلط تحطه لوحده. طيب هذا واحد. وبعدين أنت تفحص الجميع وتعمل حظر في كل مكان على الجميع يعني 100%. طيب هذا أشد من اللي نعمل في أي مكان آخر. وبعدين فجأة شلت الجميع، كل هذه الحساسيات وكل هذه الأشياء، والكل اختلط بالكل، البوزيتيف بالنيجاتيف، فصار انتشار الكورونا زاد بشكل يعني هم ما كانوا مستعدين له. لكن الإشكالية وين دكتورة؟ الإشكالية في أنك تتخذ هذه الخطوات بهذه الصرامة ولا الإشكالية في طريقة التخلي عنها؟ يعني وين المشكلة؟ أيوة، المشكلة في طريقة التخلي عنها. أنت ما كنت مستعد ولا عملتها بالأسلوب التدرجي، ما عملتها شوي شوي، أنت فجأة فتحت على الناس. طيب هل متى آخر مرة طعمه؟ الكبار بالسن إيش سويت فيهم؟ هل أنت مستعد أنه يحصل موجة زي كذا أو لا؟
هذه كلها ما كانوا اخذينها بال يعني سيريسلي. في فقر في موضوع الارقام والشفافيه والاعداد المرضى وانواع المرضى، ولا زالوا يفحصوا الفيروس نفسه. جميل. لكن اللي موجود على كلامك دكتوره في الصين كتفشي هو اوميكرون، يعني المتحور. أيوة. اللي جاء تقريبا من اخر متحورات كورونا. أيوة. اللي كان سريع الانتشار. صحيح، هو سريع الانتشار بشكل كبير. أيوة. ويكون فيه متحورات فرعيه، يعني غيرت فيه حاجه، بس لا يزال هو واحد من تحورات. لكن على مستوى ضراوة هذا المتحور، يعني أنا أذكر في أيام بدايات انتشار أوميكرون. أيوة. كنا قوي. لما نناقش مع المختصين كان يقول أنه هو صحيح أسرع انتشارا، لكن ما ثبت أنه أشد الضراوة. طيب، هو الآن أكثر المصابين فيه واللي تأثروا منه وتأدوا إلى وفاتهم هم الناس اللي كبار في السن، حوالي 80 سنة. الناس اللي ما أخذوا التطعيم بفعالية، اللي ما يعملوا الوقايات البسيطة، يعني حتى اللي احنا نعملها يعني للتباعد، الملامسة، غسل الأيدي، هذه كلها يعني انفلتت تماما. فأكثر الإصابات هي في هذا السن، وأكثر الوفيات فيها. يعني لو قارنت العدد بعدد الناس اللي عايشة في الصين في فرق كبير، يعني الأعداد قد تكون بالنسبة لنا كبيرة، بس لأنها ما أخذت فترتها وما في أي إجراءات أنه يحافظوا على. نعم. طيب دكتورة، بناء على هذا الكلام، يعني أنه خلينا نقول أنه العالم إجمالا في مأمن أو في وضع مطمئن، يعني أنه أوميكرون هو المتحور المعروف، يعني ما يعني أقصد أنه ما في شيء جديد أو متحور جديد مخيف أو مفزع للناس. هذا اللي الآن تحت الدراسات، بس اللي حاصل حاليا أكثر الناس مطمنة أنه ما في سبب كبير أنه كلنا نخاف أنه كل العالم حيرجع ثاني مرة للكورونا. إحنا نقدر نقول أنه الصين دخلت متأخر في اللي إحنا ذقناه مثلا من سنة ومن سنتين، لأنه هي بدأت، يعني هي ذاقت. أيوة، في البداية هي ذاقت، بس قفلت بالضبة والمفتاح فترة طويلة. ما أخذت وقتها. يعني إحنا مثلا أكثر الناس اللي عملوها صح كان المملكة العربية السعودية والخليج، يعني كان الاحترازات صحيحة، القوانين معمولة بشكل صحيح، التطعيم، يعني إحنا مو بس عاملنا كورنتين وعزل، بس برضو طعمنا الناس بحيث إنه خلت الإصابات تكون أخف من إنه لو إنسان غير مطعم، وهذا اللي شفناه في أوروبا وفي أمريكا. وكان العودة تدريجية. وكانت العودة تدريجية، فالأمور الآن كانت أفضل. يعني إحنا الآن أكبر مثال كأس العالم. طيب، كأس العالم عدد ناس مهول فيه. صحيح. فين الويف اللي حصل؟ فهمت قصدي؟ طيب دكتور، اليوم في الإجراءات إجمالا، وش الإجراء الأهم لإحترازات الشخص إجمالا من العدوى، سواء كان كورونا أو غيره؟ يعني في عندنا 3 أشياء دائما نسمع عنها: موضوع التعقيم، موضوع الكمامة، موضوع التباعد. تمام. أنتم اليوم كمختصين كيف ترتبونها؟ وين الأهم؟ إحنا الآن غالبا في الشتاء، أعتقد أكثر الأطباء بخاصة بالنسبة لنا العناية المركزة، موضوع التعقيم وغسل الأيدي والكمامة، هذه الأهم 3. يمكن التباعد ما نحتاج أن نبعد زي كذا، يعني بس as long as أنه أنا ما ألمس وأحط في عيني وكذا وأغسل إيدي، وبلس ماينس الكمامة. إحنا شفنا مو بس في الكورونا عدد الإصابات قل، حتى الإنفلونزا قلت، الإنفلونزا الموسمية قلت. الإنفلونزا A و B اللي كانت تنزل على الصدر ونشوفهم في العنايات المركزة والتهابات الصدر قلت بشكل كبير. يعني حتى أنا مثلا تخصصي في الإكمو اللي هو الرئة الخارجية، عدد الالتهابات اللي شفناها السنة فاتت على مستوى المملكة في برنامج وزارة الصحة أقل من اللي شفناه من سنتين مع أو في بداية ما طلع الكورونا. والعدد الالتهابات اللي في العناية المركزة من أي أسباب آخر، فيروسي أو بكتيري، أقل من لو من 4 سنوات حتى قبل الكورونا. لا لحظة. أيوة. هذه معلومة مهمة، اسمحي لي أوقف عندها. لا، عيديها دكتورة معلش، بعد إذنك كده سمحتي. الوعي
اللي بغض النظر عن الصين، لكن الوعي اللي موجود الآن في الشعب السعودي من التعقيم، غسل الأيدي، الكمامة، إنه إحنا نحافظ على الكبار في السن، ما نخالطهم بالناس المرضى زي زمان. مو بس الكورونا نزلت، أيضا التهابات، بالذات الالتهابات الصدرية من الفيروسات والبكتيريا. فمثلا السنة اللي فاتت أقل من السنوات اللي قبل، وهذه السنة أقل من مثلا من 4 سنوات حتى من قبل كورونا. حتى من قبل كورونا هذه السنة، مع أنه إحنا شفنا انتشار يا دكتور هذه السنة، يعني أقصد في الإنفلونزا والبرد والزكام في الخفيف، لكن زمان كان في الشتاء العناية تكون مليانة بأرقام أكبر صراحة. والله أنا مبسوط جدا إنه أسمع هذا الكلام من شخص شاهد عيان متخصص يعني جوا الموضوع. فعندنا الأرقام أقل يعني صراحة، يعني لا يزال موجود وهذا الطبيعي، لكن الآن بشكل عام انزل السوق، أنا حتلاقيني أمشي في السوق شوية، صح ولا لا؟ زمان بس الطاقم الطبي اللي متعود على هذه، لأنه متعودين أنه قبل ما تشوف المريض، بعد ما تشوف المريض، إن بتوين بينك وبين نفسك، لكن الآن الوعي حتى الكمامة دكتورة، حتى الكمامة إحنا جالسين نشوف ناس ما زالوا يلتزمون بالكمامة، أعداد قليلة لكن موجودة، خاصة في أماكن التزاحم، يعني خاصة في أماكن اللي زحمة جنب بعض، الناس في المطارات، أنت جنب بعض، الواحد يعطس في وجهك ولا في شيء، خلاص كلنا محميين عن بعض. طيب اليوم دكتورة كوعي عام، كوعي عام، أنا متى أحتاج أني ألبس كمامة؟ أول شيء إذا كنت أنت نفسك تعبان، طيب عشان تحمي من حولك. عظيم. وخاصة إحنا لأنه نشوف اللي يحصل، حاول إنك تحمي أهل بيتك، خاصة الصغار بالسن، الناس المريضة أصلا، أو حتى الكبار بالسن، يعني لا نخالطهم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني في الأماكن المزدحمة، طيب بحيث أنه التباعد صعب، لأنه إذا أنا كويس أنا ما أضمن اللي جنبي يكح في وجهي، ألمس فيه أو حاجة، خاصة أنه اللي هذه نسميها الدروبلت، اللي هي قطرات اللعاب أو قطرات الرذاذ اللي تنزل وبعدين تثبت علينا، تمام. فهنا الكمامة جدا مهمة، وأهم شيء طبعا كمان غسل الأيدي. طيب دكتورة، إذا مكان مزدحم بس مفتوح مش مغلق، هذا يعني الكمامة فاعلة فيه أكثر ولا ما هو لازم؟ بما أنه في تقارب، طيب يعني أنت أحسبها، هذه من كانت من البحوثات اللي انعملت أيام الكورونا، إذا أنا عطست قديش يروح الرذاذ، كم أحتاج المساحة اللي حولي، على وهذا من هنا جت المتر ونص مترين. أيه. طيب لأنه بعدها إيش ما أسوي فيك ما راح يوصل. من فين جتنا هذه الأفكار؟ هذه جزء من الاحترازات اللي عملتها الدولة وعملتها وزارة الصحة. الآن في المدارس، في خارج برا، أنا وإنت بغض النظر خلفيتنا طبية أو لا، هتلاحظ أنه إحنا تعلمنا هذه الأشياء، لأنه في التعليم في المدارس، التعليم في قنوات التواصل، في التلفزيون، في كل مكان يحرص أنه إنت الوعي من الداخل علشان نحافظ على صحة. طيب بعض كمجتمع، المتر والنص والمترين، بمعنى لو إنت بينك وبين شخص أكثر من مترين، تمام، حتى لو عطش بشكل مباشر في اتجاهك ما حيوصلك عدوى أغلب الظن. طبعا هنا يفرق حسب حجم الفيروس نفسه والتصاقه في الرذاذ وقديش وصل وكذا، وهنا يفرق إيش العدوى. الدرن مثلا مو فارق لو أنت هنا وأنا في آخر السيب، الدرن شديد الانتشار لأنه صغير ويعلق في الهواء. فلكن أغلب الفيروسات اللي هي الإنفلونزا وحتى الكورونا يعتبر هذه مسافة، فأنت لا تخاف. طيب بناء على المعلومات اللي تقولينها دكتورة الآن، هذا يعني أنه نقدر اليوم نحط عنوان بالخط العريض أنه الثقافة لدينا في السعودية أثمرت فيما يخص موضوع الوقاية من الإنفلونزا؟ أعتقد جهود كبيرة في السعودية أثمرت منها الثقافة، لكن يعني أنا أتكلم عن ثقافة الناس كمجتمع، ثقافة الناس كمجتمع، لأنه جالسة تقارينين الأعداد سواء في زمن كورونا أو ما قبل كورونا، إحنا الآن أقل، هذا يعني أنه الناس طبعاً يعني صار في ممارسة حياة صحية أكثر، صحية أكثر، وهذه كلها جهد من التعليم الفرد، لأنه بدال ما أنت تعمل الصين مثلا أكبر مثال، بدال ما أنت تكون رقيب، أنت خليت في داخل كل مواطن رقيب، لأنه صحتي وصحة أهل بلدي، تمام. فإحنا كلنا نشتغل مع بعض. الثقافة أفادت، التطعيم أفاد، زيادة السعة الاستيعابية، يعني لما الكورونا
والأوميكرون، وبدأنا حتى لما بدأنا نفتح الاحترازات في الدولة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب هذول المرضى زادت بشكل كبير. الدولة كانت مستعدة وترى ما استخدمنا مقدار كبير من اللي كنا مستعدين فيه. احنا كنا يعني كان الاستعداد مع الوزارة على شكل كبير، من الطوارئ، الصدرية، العناية الحرجة، كلنا كنا على أهبة استعداد في كل مكان. فهذه كلها تيجي مع بعض لأنها هي سيركل كاملة، ولهذا السبب كانت السعودية من أنجح البلدان اللي مشت طيب فيها. اليوم دكتورة كذا خلينا نأخذها كمثال، واحد مصاب بإنفلونزا عادية موجود داخل البيت، ها كيف يقدر، انت عارفة احنا كيف مجتمعنا وكيف عايشين مع بعض في منازل، ايه كيف يقدر يحد الى اقل ما يمكن انه ينتشر داخل البيت؟ اعطينا كذا طرق وايش يعمل، واحد اثنين ثلاثة. طيب اولها حسألك بسؤال، ايه؟ الوالدة مثلا، ايه؟ لما انت من 4-5 سنوات انت مريض وما تسلم على راسها تزعل منك، ايه؟ الحين تزعل منك ولا تقول لك ابعد عني؟ يعني اجمالا صار اجمالا صار في وعي، صار في تفهم، يعني صار حتى تفهم من غير حكايه ابعد، بس صار في تفهم، صار في تفهم انه انا مريض والله يا امي، ما انا امي كانت تزعل مثلا ما كنت اسلم عليها، تقول يا بنتي يحمينا الله سبحانه وتعالى، قال يحمينا بس برضو للاسباب. يعني انا افهم منك انه اولا التباعد، اذا انت انسان مريض قد ما تقدر تكون أنت تعزل نفسك، يعني مثلا أدواتك الشخصية، الحمام الله يكرمك، المناشف، كل هذه الأشياء تبعك ما تتخالط فيها، لأنه يمكن أنا لابس الكمام طول الوقت بس أنا دوبي مسحت إيدي بمنشفة يستخدمها شخص آخر. طيب نفس الشيء في مكان معيشته، والغسل اليد طول الوقت هذا ضروري جدا خاصة للأطفال لأنه هذول ما يعرفوا أي ليمت، وخاصة نحمي الكبار من السن. أنا لا أزال يمكن هذه تشطح شوية، بس إذا في شيء واحد الناس تطلع منه اليوم، رجاء احموا الكبار من السن. يا مناس شفناهم في المستشفى، من فين جاك الالتهاب يا أمي ولا يا جدة ولا يا جد؟ والله أنا ما أطلع مكان، بس يزوروني أحفادي، يزوروني أخواني، يزوروني أولادي، يزوروني كذا، اللي هم إيش قد يكون حتى إصاباتهم ما هي كانت أيام وقت الكورونا ما هي واضحة. فهذولا إذا بنحمي أحد نحمي هذولا الناس اللي نحبهم صراحة يعني. لكن إذا بالوقاية وعزل الإنسان في بيته، عدم التخالط فيهم، الغسل الأيادي للجميع سواء له ولأفراد عائلته، أعتقد أنها تكون كافية. احنا ما حنقدر نقول انه لا تخالط، لا موجودين صعب. لكن انا كنت اقول لك انه كيف نحد اقل ما يمكن، يعني استخدام ادواتك الشخصيه تماما، خلها فتره ذي الثلاث الاربع ايام خلك معنا، نعم حكايه السلام والمصافحات وهذه استغن عنها خلال هذه الفتره. فكرة الأكل مع بعض من صحن واحد والكلام هذا، تأكل بملعقتك وصابون صحنك أنت طيب، لكن لا يمنع أنه نجلس مع بعض، فهمت علي؟ في مسافة كذا في غرفة واحدة ما في مشكلة، بس هو إيش التلامس فقط. بهذه الطريقة احنا سنقلل الانتشار. طيب اليوم فئة الأطفال دكتورة كيف نقدر احنا كعائلة نوعيهم في هذا الجانب؟ كيف نخلي فكرة الممارسة الصحية من حالات انتقال العدوى تكون أساس موجود عندهم؟ أنا عندي أولاد في المدرسة صراحة، اللي أشوفه الآن في الروضة ولا في المدرسة مختلف عن زمان. الآن الطفل من نفسه خلاص تعلم يدخل يمسح إيده الألكهول ولا بالوايبز ولا أي شيء، ولما يخلص نفس الشيء. الأطفال حتى فيهم وعي، أكون صادقة معك، الطفل نفسه ما راح تقدر تراقبه طول الوقت بس تقدر تخلق رقيب في داخله، في وعي. يعني حتى انتشار الإنفلونزا اللي حاصل وظل كذا فترة دخل في المجتمع وراح، وأعتقد هذا سايكل لازم يحصل دائما في وقت الشتاء. لكن الحمد لله الخطورة، الانتشار، صعوبة الحالات مش مثل السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، وخاصة موضوع الكورونا كان في تأهب أنه يرجع أو لا، لكن الحمد لله أمورنا تمام الحمد لله. طيب دكتورة اليوم في المجتمع في بعض الأشياء ما بسميها الشعبية، بعض الأشياء العادية اللي يقال إنها تحد من الإصابة إذا في لها أي أساس علمي، فكرة الحليب والزنجبيل والليمون والعسل وزيت الزيتون وغيرها، يعني هذه أنتوا كيف تتعاملون معها كذا على الصعيد العلمي والطبي؟
احنا على الصعيد العلمي نقول ما راح تأذيك، لكن هل هي راح تشفي من الالتهابات؟ وطبعا اغلب اللي يشربونها علشان انها تخفف الاعراض. يعني دائما الحلق محتقن، في صعوبه في البلع، ما هو قادر يتكلم، دائما يريحوا المشروبات الساخنه. فيه طبعا العلم والادويه اصلا اساسها اعشاب ومستطبات كانت تستخدم زمان، فلا تزال عليها ابحاث. فمثلا خاصه في الاطفال العسل مفيد، المواد اللي عالية في فيتامين سي خاصة لما يأخذوها بدري كمان مفيدة، يعني بشكل متضارب لكن ما منها ضرر. فإذا هي تراي بالذات موضوع العسل مع الأطفال في عليه إيفيدنس إنه كويس، يعني في أبحاث معينة، في أبحاث عليه، في أبحاث. إيش تقول الأبحاث؟ إنه يعني في أبحاث بعضها يقول كويس، بعض يقول يمكن ما منه فائدة كبيرة. مثل فيتامين سي إذا أخذته في بداية الإنفلونزا بجرعة كويسة ممكن إنه يكون مفيد. الأطفال العسل عليه إيفيدنس إنه كويس مع الأطفال خاصة مع الالتهابات واحتقان الحلق. هذا في حال الإصابة، لكن كوقاية من قبل، يعني هل فعلا إنه الواحد إذا مثلا أكثر من شرب الزنجبيل ولا استخدام العسل ولا فيتامين سي ولا غيره هو يصنع خط حماية ولا لا؟ هذه تردد فيها كلام كثير، إنه اللي أعتقد أنا في أنا شفت ناس يقول لك إذا أخذت فيتامين سي كل يوم مناعتي ممتازة، بس قديش هذا الشيء علمي؟ ما يعني ما أعتقد إنه المناعة تزيد وتعلى بهذا الشكل. المناعة عبارة عن يعني جيش كبير في الجسم ولو تعقيد أكبر من موضوع الفيتامين سي ولا. أنا أذكر في واحدة من الحلقات اللي كنا نناقش فيها موضوع المناعة كان أحد المختصين في المناعة يعني يصر على ثلاثية: نوم جيد، رياضة جيدة، أكل جيد. باختصار إذا الجسم هبي المناعة هبي. الجسم كجسد هو يعكس اللي جوا. لا يعني إذا أنت تأكل كويس مناعتك حتكون جيدة. Believe it or not, yes. صدقني. هذه نفسيا ولا علميا؟ هذه علميا. هذه علميا. الإنسان المكتئب بتجي أمراض. أيه. صح ولا لا؟ الإنسان الهابي طيب. أيوة، لكن لا لحظة، علاقة المناعة بالحالة النفسية هي علاقة مباشرة، بمعنى إذا حالتك النفسية سعيدة ترتفع المناعة، وإذا هي حزينة تقل المناعة، ولا أنت تتكلمي على ما ستسببه الكآبة من أمراض تقلل المناعة؟ في علاقة مباشرة. يعني هي الطريقة الوحيدة أنك تعطي علاقة مباشرة لأي شيء أنك أيه. تعطي الشغلة وتشوف لها إفكت ولا لا. إيه؟ فعشان نجاوب هذا السؤال لازم أجيب 10 أشخاص، 5 خليهم مكتئبين، 5 لا، ونشوف مين يصير عنده المناعة تعبانة أو لا، وكيف أقيس المناعة. لكن الثلاثية هذه صحيح، اللي هي إذا الأكل كويس، إذا النوم كويس، إذا الصحة كويسة، مناعتك هتكون كويسة. حلو. لا يعني موضوع إذا الحالة النفسية جيدة، يعني الواحد مستقر سعيد، يعني هذا في كلام بينه وبين علاقة مباشرة بينه وبين المناعة أنها تكون أفضل. أفضل. ما أنت إذا منعتك، إذا أنت ما انتهبي، لا حتسهر طول الليل وحتذاكر طول الليل وحتصير عندك أمراض طول الليل. وبالتالي طيب دكتورة، قبل ما أختم معك هذا اللقاء، إذا في شيء على مستوى التوعية إجمالا، على مستوى الوقاية، أنت اليوم من واقع تخصصك، مشاهداتك في المستشفى، معايشتك الموضوع، تقولي لها للناس والمجتمع اللي يسمعونا. الفيروسات لا تزال موجودة. الكورونا واحد إضافي للفيروسات السابقة اللي هي الإنفلونزا، H1N1، الميرس كوف، وهذه كلها رجعنا شفناها ثاني مرة. أهم شيء هي الوقاية، التطعيم، الوقاية في النظافة الشخصية، في التباعد والكمامات في حالة الازدحام، وغسيل الأيدي، هذا أهم شيء. والحمد لله زي ما قلت لك الورلد كاب كانت من أكثر الإيفنتس اللي ورتنا أنه قد يكون إحنا عدينا المرحلة المخيفة في كورونا بإذن الله. الحمد لله. دكتورة علياء شكرا جزيلا. يعطيك العافية. أشكرك. شكرا جزيلا. أنا أشكر الدكتورة علياء يعني حقيقة 3 مرات، خلوني أقول المرة الأولى على قبولها دعوة البرنامج ومجيئها اليوم، المرة الثانية على تجاوبها الدائم مع دعوات أهلها، يعني هذا ثاني لقاء نحظى به معها، والمرة الثالثة وهذه تفرق معي كثير جدا على اللغة،
التفاؤلية الكبيرة اللي تنقلها اليوم، لأنه حقيقة على صعيد الإعلام طبيا هنالك لغة شوي ما أبغى أسميها متشائمة لكن مخوفة، وأنا أعرف أنه دافعها من الأطباء إجمالا هو دافع الحرص، لأنه بالدرجة الأولى أنا أنقل لك شيء علمي طبي يحافظ على حياتك ويحافظ على صحتك، فمن باب الأمانة أنقله كما هو. لكن كل ما كان عندنا نوافذ تفاؤلية جيدة في موضوع العلاج، في موضوع تخطي الأزمات، في موضوع التعامل مع الأمراض، كل ما كان حتى المتقبل لهذا الموضوع يتقبله بنفس أكثر رحابة. شكرا للدكتورة عليا ولكل من تابع هذه الفقرة. بعد هذا الفاصل الثالث ألقاكم.